صح، هو طبعاً أكيد التمر كتير مهم وكتير أساسي، صحيح كتير يعني الرسول مشدد عليه بالقرآن الكريم، صحيح. بس صحياً وعلميا كمان كتير كتير وجوده أساسي. يعني أنا حتى دايما بقول إذا أخذنا 6 تمرات باليوم نقدر نتفادى كل النواقص بالفيتامينات والمعادن بحياتنا اليومية، مش بس بشهر رمضان الفضيل. فكيف بشهر رمضان اللي نحن أصلا قاعدين طول اليوم من غير طاقة، الفيتامينات والمعادن عم نخسرها من جسمنا، عم تتبخر من جسمنا، عم نستعمل كتير الطاقة اللي عنا. فالتمر هو الأساس إنه نكون عم ناخده أول ما بدنا نجي نفطر. وكتير مهم ما نرجع ناكل على طول، يعني ما نقعد على الطاولة أو نكون ناطرين مثلا يلا إجا وقت الأذان بدنا نتناول أكل على طول. هذا الشيء رح يعمل كتير تعب بالمعدة، رح يعمل إمساك، رح يعمل كسل، رح يعمل خمول، ورح يحس حاله الشخص منه مرتاح من بعد هيدي الوجبة. تمر، مي، نرتاح شوي، ممكن نروح نصلي وبنرجع بنبتدي بالوجبة الأساسية. ممكن كمان نقسم الوجبة، يعني أنه جزء يأكله بعد الفطار، وممكن لو هو نفسه يأكل أو يستنى على نفسه يمكن يشبع، وإذا ما شبعش ممكن يأكل نص الوجبة بعدها بشوية. هو أصلاً لما نبلش بالتمر نحن بنكون جوعانين طول اليوم، لما نبلش بالتمر رح تهدى المعدة شوي، رح يخف هيدا شعور الجوع، وهذا شيء كتير أساسي إنه يخف شعور الجوع تنقدر نركز نحن شو عم ناكل، تنقدر نحسب شو عم ناكل، لأنه إذا دغري جينا على الأكل ما رح نعرف شو أكلنا. بينما إذا بلشنا بالتمر وبشوية ماء أو يمكن لبن بدل المي كمان ما في مشكلة، نهدى نرجع بعد نص ساعة مثلا نبتدي بالوجبة. وكتير مهم كمان أن يكون عندنا سلطة، يكون عندنا شوربة، هذا شيء كتير أساسي، الشوربة والسلطة أساسي يكونوا موجودين، بعدين ننتقل للطبق الرئيسي. هون على الأكيد كل شخص حابب يعمل حمية غذائية أو حابب مش ما يزيد وزن برمضان، هيدا السر ما نبتدي بالطبق الرئيسي على طول، تمر، مي، شوربة، سلطة. ساعتها بنوصل على الطبق الرئيسي يعني نص معدتنا خلص انتلت، بضل عندنا مطرح صغير بالمعدة بناكل منه الطبق الرئيسي. ما دمنا بنتكلم عن الطبق الرئيسي، احنا طبعا كمصريين بنحب البط والوز والفراخ وكلها واللحمة الضاني والحاجات دي كلها بتكون فيها قدر كبير من الدهون المشبعة.